الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة الشورى هي سورة إلى هذا، وسورة مكة معناها عن سورة دكتي هجرة النبي كهر صلوات ربي وسلام عليه. سيدة سورة دي كهر ريسي هي مدة كدن بي سبع ييهن. سورة دها النوع عاسة هي سورة دكي هجرة كهر موضوعية اسكوده أساسية بي انت بغن كهر لانسان هريب أسر شاكلي، يعني توحيد كيو رسوش يا رسالات كيو آخرة يا بعث كيو أرمها سعلاجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الله أعلم بمراده بذلك. عين سين قاف كذلك لولاس عيضوبة وحروف تيكو قوليت أو سورة دها قارك مدلغو بلاوي مذهبك وقفي عنا وانصور شكنا إنو يهي إلا يقاب صدو وعلم جيدا إله اللودة سبحانه وتعالى. كذلك سيدا سوكله أيو يوحي وحيوني إليك أدقى أيو الكوكو وحيو ذا إيوا إلى الذين يكوي من قبلك كافر ريبا الله ألا أكو وحيدا الله ألا يؤذن كو وحيدا أليه العزيز الغالب كأها الحكيم حكمة دلها له إسجا كريج بأسمنا لي ما في السماوات وما في الأرض دونك يسموين كوحي دحضو ذا وهو إسجا العلي يمتك كريوي العظيم إيوين. تكاد وحي سيغينا السماوات سماوات وحي سيغينا يتفطرن إلي فالفليدمان إلي معنى وحوي أي دلدل عالة فالفليدمان من فوقهن حق وذا كوري إليك فالفليدمان والملائكة ملائكتين يسبحون ويتسبح سبان بحمد ربهم رب قوض أيضا مهدنه أيغو مهارينتا إلهي كدرية وكدهن ويستغفرون دمداف ويديان لمن عدب دمداف ويديان في الأرض دولك دحديس كسوغا ألا هو إن الله ألا هو إسو الغفور متك دافيد بضوي الرحيم إن حريست بضن. مركي حروف طلبوا بالله بالسورة ده سان هرابة أبراني وحي جاية قرآنك أيها لقاها الله يا آيات دورة معنى في الوحوي سيدي سيداس أما آيات دا أما قرآن كالكلب اللقوه وحيوني سيداس سلم دا أيو ألا أذيق إيو الرسوشي كافر ريسيو أبو وحيو دا معنى في الوحوي وحي قاس أذيق اللقوسو قارسيني أي كليكو ما أهيني رسول كافر ريسيو والله وحيو دا يا إدين ولا وحيودي الله إدين ولا وحيودي وحي جاء الله إدين يوضح وحيودينا إسكو قاب واحد مرك وحي أديك جوني كوجو إيدان أو أي جوني معنا وحي كوجو دل عيان ماشى ما بتعلم وحي جاء كوي مد وكوي رصوشي هرة قاب كل لوجو وحيون شري قاب لم يدل لوجو وحيود مرك هذاي رصوش ودم ديدينه نو ماشى لكن وحي جوا كي رسوش الله وحيون شري قاب كي قابلا مدوي معنا الله أيا إدين وذا وحيودي الله صو كت البامن عز يحكم كت البامن عزيز أه وحكيما الله كتاب كو وحيودي أو وحي خبوس ودشي وامتك إسكال السماوات كي يبلغك أنت أود حيص خلاق ذا سجع ورت سجع المملة وامتك كرية وذا تدي سنة كريسة قدر كيسونا كهريو أفعاشي سي الصفات كيسونا أي كريان
oo khalqigiisa aan meel la uga ekeyn al-azim midka weyn weeyo rabbi subhanahu wa ta'ala yaani azamo iyo weynan buu ku tilmaamay weynidiisa ayaa waxa la ino tilmaamaya marka in ay khalaaiqda waaweyn ay sigayaan ilaa la dildilacaan samaawaadka nadarkaysan ee waaweyn yaani waxa weeye toddobada iskor saaran waxay sigayaan xagga kore inay ka falfaliidmaan korka inay kasoo dildilacaan oo ka falfaliidmaan limaada khawf iyo cadamada ilaahay weynankiisa ayay la dildilacaya cabsi ay ilaahay cagoomadiisa ka cabsanaya haddii samaawaadka intaa leegay waa weynankaale cabsi iyo ilaahay weynankiisa ay ka baqayaan ay sigayaan inay dildilaacaan ka waran marka adigoo bini aadam oo daciifa ka waran ومعناه وحوي أبور كاجي خلق كاجي تبرت هذه كل أتبرت أنت معنا ساسويا رب سبحانه وتعالى ملائكتي سويت التصبيح صدنا وين نزهان ولب إيجوم مهذني سبحان الله وبحمده أي هل يهبين بملائكة رب سبحانه وتعالى أي معناه كهيا طلبات مؤمنين تقولك كنا لإله بالدم داف ويدينيا ويستغفرون لمن في الأرض ودتك أهل الإيمان كهوا ولنجي فريق صمرني يعني إن إلهي ويدينيان إلهي المؤمنين تابع ذلك الشوك تؤدن بداف فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ونجي صمرني إن إلهي ويدينيان سبحانه وتعالى حميم عين سين قاف الله أعلم إلهي باقرنا يمعنى هذا كذلك سيدا سوكالي توحيدك يمعاني ذا سورة الوشيج أما كذلك سيدا سين لمدا أيو يوحي وحيودا إليك أذجا يو إلى الذين يكو حجودا من قبلك كافري الله ألهو وحيودا سدا سلمدا أي أذجى أنت من كهري سبا ألهو وحيودا أليه العزيز غالب كأه أورين هاي أولا جرين كرن الحكيم حكمة لهايو شيء والبلا ماشو كوه بوي هاي دجا ومعنا وحويان يلا له إسجا كلي بوصلنا ما في السماوات سماوات كوحد نحد وضم مخلوقاتك إيه وما في الأرض وحد لك نحد يصوم مخلوقاتها وهو إسقى العلي متك كريوي العظيم أوين تكاد وحي سغيا السماوات سماوات كي يتفطرن إلي فالفليرمان وإبدل دلعان من فوقهن حق وذكر إلي كسر دلعان حق كر وحد الله تلمام يا بلي شيء وحق يسكر بهدو كدل دلعان خاصتنا معنا وحوي وكسيح اكتشرتا ساسيلين معنا لوان مدبا عظمة الهي اي عبسي اي قباننا ويؤسيقيان اني ادل دلعان وحاكولي اؤسيقيان اني ادل دلعان دنوب تبني آدم كوهو قلي اي افلقات دا الهي اكو سمينا سبحانه وتعالى وانه صوم الله يتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إن يهدين إلهي بعرور له بين سماواتك إن اللفن فالإدمان سيقيا وقلكين الله دلدلع خاصي معنا من فوقهن حق وذكر والملائكة ملائكتنا يسبحون ويتسبح سنيان ألا أي نزه يانو عيبكه فيان بحمد ربهم رب قد مهدين تيسا أيقو يعني قدري يقول بحمد ربهم ربي قد مهدين تيسا أي مهدين أيان أيغو يعني قدريو تصبيح يحمد إيس قدري ويستغفرون الدم دافة ويدين أيان ألا يويدين أيان إنو الدم دافة لمن عد في الأرض للك دحدي ستشوغو أو مؤمنين تأنا إلهي بي الدم دافة ويدين أيان ألا هو يعني إن الله ألا هو إسو الغفور متك بافيد بنوي الرحيم وإن حريص بنوي يعني ملائك تابريد إذا إنو إلهي أقبل أيو بل إنو شبيه حيال الله وأقبل سبحانه وتعالى أذيك وحاك كوم مضطي إن أظن كبور هينين بان خلائق إلهي أو قيمة بغن وملائكة إن يكون مشغول سنادان أذيك الدم بيقاك السيدي الله في الله وإلهي يكون بريان سبحانه وتعالى وشرف عن عادي أهيم شرف عن عادي أهيم ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أخيارتاس إلهي أن عاصين فأذيك وميش هذا شوغة حد يهبين بإلهي يكون بريه وإلهي يدوك على إسكدف واحد صاصي معنا ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين كوا اتخذوا صويست من دونه ألك سكوا أولياء كوا عابدان كوا كتر سيهين عابدان كوا صويست الله ألا حفيظ إلى اليوم عليهم كركوض يعني مرخاتيب كوا يووا إلى لنا وكوا هيا
وما أنت أدقنا متي النبي محمد عليهم كركوضة بوكيل كل تلصارت لقوم حل سار. وكذلك سيدا سيلا منا كذلك كما أوحينا إلى الأنبياء قبل كوي سيدا الأنبياء كافر رسئوه وحيونا سيلا منا أي أن أوحونا وحيونا أوحينا وحيونا إليك أدق وحنكو وحيونا قرآن القرآن قرآن كاسو عربيا أف عربي لو نسبي لتنذر سيئة قدكتو أم القرى مقالة مكة إيه ومن عد سيئة قدكت حولها أم القرى هريره هذا إيه وتنذر إنا الدكت درابه يوم الجمع كل من تمان كذا إنا أدك خلق قدكت درت بانكو سودجن لا ريب وحشكي فيه مان كان لحدي سماعني فريق كوح ضدك كمله في الجنة في الجنة الجنة لحدي أحد وفريق كوحنا في السعير النار تهوري سدح ذي أحد ولو شاء الله هدو الله دوننا لجعلهم وحكي لها أمة أمض بكي لها واحدة يدخل وقلين من يشاء عدو دونه في رحمة حريص تسو قليان والظالمون الظالمين تنا ما لهم مصنع من ولي مد أرمه ذك عن تكوك توليا ولا نصير يمده ليتنا مصنع خلائق ذاس ملائكة انت الرعصان إله بعبدان كوه وحاجر الليتا وخلقية كمدا وإله كسكو سميستي كوه عبدان كوه أي كتير سيهن في سميستي كوه أي عبد يعني أولياء ذا وحي دوني هكا سميستنا هذين فين آذن ها هذين رسول ها هذين ملائك ها النقضين قيدة إي الجمادات ها النقضين ألا كسكو بوحي سميستي كوه أي كتير سيهن في عبدان كوا النعاسة الله سبحانه وتعالى حفيظ عليهم وإلى لنا يا كركوضة وحفظنا يا حلقوضة وحي سمين يا مموغة الله سعودة أديق النبي محمد كوا النعاسة لقومة حلصارين أو لقومة تلصارين إن أد إيمانك قلبك أقلس حلك سارين معه حلك كسارين وحوي إن عليك إلا البلاغ لكن إن يقاتان وقلبك أقلس هو شاد معه وما أنت عليهم بوكيل بريتنا اللقوي الدين ما يا آخر مرك إيمادان ما حي إيمانك أوقا دواين ويقال لما أقول انتين لأن أرم لقوي حلصاريب وما أعطى طا إلهي بأسكال سبحانه وتعالى ساسويا وحي يقال لقوي وحيودي رسوشي فرسيدي لقوي وحيودي سيدا سلمنا أيان نقوقو وحيوني قرآن كان قرآن كانوا أف عربي مدلون نسبي يعني لقد عربي قاع أيو كسو دي قرآن قل قد أكسو دقيب ونولي باقي فيها وحيكم التهي قابلك إلهي أحب دي سبحانه وتعالى هذا ظفر رسالة هذا كتبتي كالوردن توريت وحكيال هي إنجيل لوضفة لقد أكسو دقيب باقي كما ولا ترجمي إلا لقد إنجليس كما سو دقيب لقد إنجليس كما سو دقيب كتبتني لغة عبرانية كسو دقيب كتبتي أصل كأهيدا لقد أصل كأكسو دقتي كتالة لما هي وحل الله يجوا أن ترجمه يعني لقد كلاته شيء أنا مرك لا ترجمه يو هي الكلمة دي أصل كأيده حق إلهي كسر دكت فرق لا أوضحه عربي إلهي كسر دكتي بقرآن كباقي كوي قرآن عربي سيل وجود محل وجود كسر دكتي لجوه وحيودي وحل وحيودي سيل وجود دكت أم القرى أم القرى ومجعيها مجال هذا مكمل كمدو أم القرى ودجمويك أيه هو يقطه أصل وطعم عاصمة دو معنى أم القرى يعني إيه ذا الدقنين تلسينا يضط كذا على جوا ضط ككل إحنا والمجال هذا مكة إنا دو دكتاتورات ما إيه ذا كلي خاص كتاي مايا ومن حولها هي أم القرى ضط كهريره هذا ضط كهريره هذا الله تفسير بعلم هذا قرقد قلنا قروح إليهن وحل الجوا ذا أدون كأردن لأن أدون كأردن مجال هذا مكة هريره هذا أفرت الجهم بلقك لشرا صوما ومن حولها سداسي ومعناها في عامك ومن حولها هذه اللي يجب جزيرة العرب إيه مقالوين كيون جزيرة كوية لينا رسالة النبي قو إنا نكوكو بنا إنتا سو أي عامته النصوص كلا فايديسي وينصومر نصور ساسو معنا طيب إنا الودك تصيدو كلا لتنذر أم القرى ومن حولها محال لو قد ديجي يوم الجمع بان لو قد ديجي وتنذرنا مفعول كيدي باقو أنو وتنذر أهل مكة ومن حولها يوم الجمع أيضا يعني لبض الجملة مدبخ إلى وحوية تنذر ذو اللي مفعول بيطالة مدول بمفعول باكا قوان معنا طيب وتنذر يوم الجمع ما ننسى كل منت خلائق ذا لكل مني وعيد والبالي سكين تورا كي هو الرأي كي دنبي
كي عاصقها كي مطيعها رسوشي يا أمضى هذي ملائكتي يا معنى بناء وحول بمشى لسوق يعني دونا ما لك يسقى ما لك شك ملك ما لك أدت كل وقتي بود بنقول دونا قيدنا شنة حق هذا آدي دونا قيدنا النار هو رئيسي قلي دونا فريق في الجنة وفريق في السعير قلصة حاد مشرت قلصة حاد سورة الأعراف بين قصة ومرن قلصة على أعرافك أيقنا أخيرا وينصور شيئا إن لو بريها إن شنة تضم بين دونا لكن مشرت الله برر حاد قلصة دكان قلصة حاد دكان أيقنا حقنا أنشر حقنا أنشر مرن أذوب هذا شنة السيف عدم بقلي هذا شنة كقد عدم بقلي معنا مركب فريق في الجنة وفريق في السعير. الله سبحانه وتعالى هدو دولة ضدك اسكسو هرشيه ايه مباديدك لقد سوطة هدو دولة هل أمت بقدق له لجعلهم أمة واحدة هل أمت او اسكو الدين اه او اما اسكو الرعصا صح اسكو وضا الرعصا او توحيد ايه خير وروتا ومركب شنة وضا قلت هدو دولة وقدق لها كو كل قد باقل كي حمانتا اسكو الرعص ومركب النار وضا قلت سيدا الله هدو دولة ويالكرا لكن إلهي حكمة دي ساكم الضرور الدرير سنة كمنا تقيني وحو قرشيي إلهي قيب سمانو قارنا أي حق قاتان شنة هلان قارنا أي حق ديدانو بادل قاتانو النار ساكو قلان ساسو إلهي قرشيي سبحانه وتعالى لكن هدو الروائن كل ملك وغدق وكديك كري إلهي كمعاتك سبحانه وتعالى ولكن يدخل من يشاء في رحمتي والظالمون ما لهم ولي ولا نصير لبدا دقمو إلهي كالقرشيي سبحانه وتعالى مركي غرام اللغوتها قلان دجمنا ضد الله أبوري دجمنا ضد الله أبوري دجمو البضد كي الله أبوري وإن أدونك أنت اللي تشوجه لهلا تلمامه هذه الصفات كودينا وإن لهلا صاصي معنا والذين كوا اتخذوا صميست من دوني ألك سكوا أولياء كوا أي كتير سين هنا عابدان الله اللي حفيظ إلى ليوي عليهم كركض مدك إلى لنا يوي وما أنت أذوق رمتي على النبي محمد عليهم كوا كركض بوكيل كل تلصرت وكذلك سيرا سلمنا أيان أوحينا وحينا كذلك أنبيدي فرسان وحينا سلمنا أيان أوحينا وحينا إليك أذكى وحينا قرآن القرآن أنك وحينا قرآن كوج وحينا قرآن كسر عربيا عربي لون سبي لغة عربي لون سبي لتندرس أذود التأم القراء أم القراء مجال ذم كا ضد كذا على جوراي إيه ومن خلق سي أذود التأي ضد حولها مجال ذم كهرير هذا او عالم كإنتي سيكلا وتندر إيه إنا دكتا برادت او ضدك أدوغا دكتا يوم الجمع كل من تمالين كير مالين تليسو إيمان دورو مالين تآخراء ضدك إنا أدوغا دكتا تراد وارتبابو شايستو إستيرا نميو مالين كأساسو سعودة لا ريب وحشكيا فيه مالين كأدهد سماها مالين كل منتو إيه كلان كمالين كسوينو إيمانا يشكي مالين فريق كوحي في الجنة الجنة دهدو أحد أما واحد تلاذا منهم فريق في الجنة سيدي هذا نوال السيقوذي كرايو يعني نكير هذا واحد ابتداء يعني مسوق وحوي وتفصيلك فريق وفريق ساسو معنا فريق كوحي في الجنة الجنة دهدو أحد وفريق كوحنا في السعير النار تهور يسدحدو أحد ولو شاء الله هدو الله دون لجعلهم حكيل لها أمة أمد بكيل لها واحدة أو مدة أو أما إيمانك كم ليسا أما كفرك كم ليسا ولكن يدخله سجليني الله لكن لقول نقول يساء الله ما دونينه يدخله حجليا من يشاء عدو دون في رحمة نحرست سجليا ونحرست لازم حي تمرك وإيمان هي عمل صالح أدوك أنت اللي تشوف آخر مرك الله تقنوا تشنديس والظالمون كوا الظالمين تأرنك على قدينا وما الله أمسقنا من ولي مد أهيليا من ولي مد أرمه رجعنت كوقبتا ولا نصير يمد أهيليا طول وحر وإرجيس يعد وهذا الشيء يعد حكمك تمشت أم اتخذوا من سواح سمستين من دوني ألك سكوا وأولياءك وأكثر سيهم عابدان من سمستين فالله الله هو إسقى أي الولي متك يعني وحوي العابداء وهو إسقى أي يحيي النولي الموتى كوردنتي وهو إسقى أي على كل شيء شيء كستكركي سقدير متك أوداء معنى هذا وحوي ما ألك سكوا بآلهة سمستين أولياء أذن هذا وحلق وراء وقوى الرعسيهين العابدين مهما عد ولقا وعد والبأرميه سكعنتك وعي او مامولا او أبورتي او عبادة مدن الله ويكلك فالله هو الولي كواس أي يعني أولياء ذكبت واخرت محاس أحسن فالله هو الولي سكعرميه نكعنتك وعي إذن أبوري إذن مامولا ونقون دونتان مركا إساقا أيا وليقا
isaga ayaa intii isaga wax walba wax walba macnaa wax weeyaan nooleeyah mautka meedko dhan isaga nooleeyah yuhyil mauta wax walba midka awooda way kaas tilmaamaha cid iskale ayaa wali laga dhigtaa waxaanad caawudaysaani wax dhinta ma nooleyn karaan maya ma nooleyn karaan wali in laga dhigta maaha marka waxay rabaan wax kasta ma awoodi karaan ma awoodi karaan ma mudna marka in awliya laga dhigto tilmaamahaas midka iskale baa mudan in weli laga dhigto amase ittakhadu ma waxay samaysteen min duunihi alla kasaka awliyaa kuwa ay caabudaan kuwa ay ku tiirsan yihiin ay caabudaan miyay samaysteen fallaahu alla huwa isaga ayaa alwaliyu ah midka arrimaha addoommada gacanta ku haya cibaadada iskale waa isaga wa huwa isaga yuxyii nooleeya almowta kuwa dhintay isagaa nooleeya wa huwa isagu calaa kulli shayin wax walba shay walba korkiisa qadiirun midkii awooda wey wama ikhtalaftum wixii aada isku khilaaftaan fiihi dhexdiisa oo min shayin shay-un ah ha yaraada ama ha weynaade fa xukmuu xukumkiisu ilallaahi xagga allu ahaaday daalikum kiinaas kiina xaakimka ahe shay walba xukumayaay allahu alla wey rabbii rabbigay wey calayhi korkiisaan tawakkaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqonaya faadiru samaawaati wey samaawaatka faadiru samaawaati waalardi dhulalka iyo samaawaadka abuuristooda midka bilaabay wey isagoon meella kaga dayanayn oon ka fiirsanayn jacala wuxuu yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwo isku lamaan noocyo isku lamaan wa min alancaami xoolaha xag wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwo isku lamaan yadra'ukum wuu idin firdhin allah subxaanahu watacaala yadra'ukum wuu idin firdhin fiihi kaa la soo sheegay dhexdiisuu idinku firdhinoo idinku abuuriyo idinku badinaya laysa muusan ahaanin ka midlihi alla kii la mid ah shay-un shayna muusan ahaan laysa muusan ahaanin shay-un shayna ka midlihi alla kii la mid ah mid la mida muusan ahaan wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan wey albasiiru ee arag wax arka wey lahu isaga keligii buu u sugnaaday maqaaliidu samaawaati waalardi dhulalka iyo samaawaadka furayaashooda isagaa iskale yabsutu wuu fidiyaa arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono u fidiyaa wa yaqdiru wuu cidhiiriyaa risqiga calaa man yashaau ciduu doonana wuu ku cidhiiriyaa innahu isagu bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogsoon wey yani u ogaansho badan wey wax alla waxaad isku khilaaftaan oo shay uun ah wuxuu dooniba ha noqdee xukumkiisa allah iskale fa xukmuhu ila allah waxay la mid tahay aayaddiinu soo marnay فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حداد شيء اسكو قبستان واتكم مرنتان وحاد اعلسان الله إيا الرسول كيس كتابك إلهي إيا السنة النبي اعلي حداد الله إيا آخره ميسنتهن إيمان فهدو النبي نكيه آياد مركة واحد تلمام إيسا waxyaabaha addoommada dhexdooda ah kala xukuminteeda iyo u kala garqaadidooda iyo u kala garsooridooda alla keligii baa iskale subxaana watacaala allah waa iskale isaguna meesha ugu talagalay waa sharciga uu soo dejiyey ruuxii meel kale la aada shayga shaygu ama ha yaraada ama ha weynaade ruuxii rumaysan in ay jirto jiha kale oo wax xukumi karta oo nidaam ay dejisay loo xukun tegi karo ama iyaduba tashriic iyo dejin iskale iyo inay wax xalaalayso iyo wax xaaramayso macnaheedu wax weeyaan wuu ka baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunku aayadda ku taqriirinay waa caqiida muhiima marka arrintaas jidaynta iyo yaa iskale nidaam dejinta yaa iskale xalaalaynta iyo xaaramaynta yaa dastuurka dejiya arrintaasi waa qodob asaasiya oo diinta qodobadeeda ugu muhiimsan ka mid a waa qodob muhim ah yaa iskale allah waa iskale subxana wa tacaala waa xukum khaas ah sida uu ilaahay sujuudda u leeyahay oo salaadda keligii in loo tukado mooyo cid kale aan loo tukan karin oo isaga mooyo cid kale aan loogu sujuudi karin sidaas si la mida buu xaq u leeyahay inuu isagu keligii maamulo addoommadiisa sharcigiisuna maamulo cid kale hadday faragelisana وحب إلى هاي لها بي فراح لك الشيء صاصي معنا أرنت أسمرك وحي كيني كرتا كفري
ندم دجين كي إلى أنت مش كريه له إلى الأضمة المنام أذوق أكشف كالكلام أودجيساي وكفر إياه قال مول القرآن كو إلهي كوشه سبحانه وتعالى ولا كفر قيتي سب الله يقانه كفر طاع كدجين إياه ككرة عيبه وكفر ومسألة كفر الشيخ محمد أمين الشنقيط عليه رحمة الله بحثي أذوق ما بنام بمسألة كقول أيضا مركو كهله كفر الله يقانه كفر طاع وقرآن كو كتوسي إنه شركية ومعنى هذا أي تهي إن الجهة أمر روح أنت اسكحه وحو حلالينا كل رعضة وحو كحرامينا أتكل رعضة ومسألة قال لما اسكعدها قرآن كنا واحد دي سنة النبي كنا واقع عليه صلى الله عليه وسلم عليه وحن صامرني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون محال لقاها اللي وحال لقاها اللي ذبي حذا لقو رعيه ديسنك أقبط وحي أن ديسنك الله قبلنا هعوننا شياطين تبا ضوضي وحيدا أو تنبخ دي إلهي با قورعي ما أيضا إنكم مدى قورعدين يتو إلهي قورعي مدو إلهي قورعي با وكفي عنا ما العنطان ضوضي شياطين تكينا تصيح ومعنها محيليهن بخت قعنا ربي وحيلي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هداد كل رعدان أرنتا صوتكو أطعدان مشركين باتين واركوا اسكعده صوما وحلم إذا مثلا رب سبحانه وتعالى وكل شيء قرآن كل شيء ضدك إلى الشيطان كعبدان الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون خلق إلهي إيه الشيطان وحوذاتيني سي وحوذاتيني ولكن الشيطان من عبد المدار تنقل سجوده وهم يرتين برد لكن محال لو بدي هاي الشيطان كأمر كيسي بالقاتي وكل شيء بالقاتي تاس إلي إلهي كبك إن العابدي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان محل قول عبادة داس أمر كيسية الذي سيبال لقات وحو أبشري بال لقات مركوا عبادة وأنا مسألة كفر يوم وحكم إذا مثلا أن كسوا مرنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولاددوا ذي علمان وذي بي كبكتين ربيو ألك سكو حديث الترمذي يا عدي بن حاتم مركو يري نبي الله محاد كوداس ما لك ربي ما لك كدغنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي إذن حلاليين الصوميدا كراعين وحي إذن كحراميين الصوميدا كراعين هامو يري عبادته وتاسو نبي صلى الله عليه وسلم عبادته واتي وتا مسألة مركا إلي ساوقي حنا طوالقا مرمان آياد نصر سعطو إسلا درسي نقول ما عندهم تبار ربي وحوليه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما وحي إليهم كواء الله وحي لو ذاك وشرع أدتي ودستور أدتي وحسن إلهي إذن سبحانه وتعالى مركوا شركاء حدا بضر رميسانتك تشهك لا وحدة تشنكرت الشرك ما تكوك عد ومسألة الشرك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبورك سدو أليه وأمرك أليه ألا له الخلق والأمر هذا ترى عيد كلا وحابور الكرثة وشرك هذا ترى هذا النظام كلي الدستور كلا الضم هذا أمر كودي التلاد هذا إسكالنا وشرك حقيت كل جنس هذه مسألة مركب ولا للساس وعبها يوقع حنتها جهة وحشدين كرتون النظام كذا اللي قادن كراي ما أجرت إلا قالوا بيموي ساس ترى هذا دولة هذا النظام يلا أيد جسته أما أيوه هكلي ما دل رجل بيت هك سوقاتين أما البرلمان أي سميستين هؤدتشي لنام كنوع سوكلي جهوين كدتشين ياي وشرك إسكعدوه قرآن كي يسونا دي النبي قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال لما إسكعدوه قال لما عدوه شخصي ما قالوه يا مثل ما قالوه يا مسألة كلاوية لكن نظام كميشة يا الله يوان نظام شرك إيا كفر بنص القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدى الله قال الله تمرك معها قرآن كسيده اتباحي سنظر اتباح هذا إلا مروي معنا سيدة سويا جهوين كمثلا حق إلهي بوبي وحاكم له وهذا يعني أدونك أطلن هايستاي جهوين كان لو يقانو يعني مجالس البرلمانية أما مجالس التشريع يعني برلمانك إيو قلياشيسو وحا الله سميه ومجلس اللي لهذا تشيدين بالله تشيدين محو تشيدين مجلس كوحا لينا قلها شرع الدكينتا سوسمع الا وحو يقولها شرع الدجنت معناه هذا وحو حلالين اي حرامين بوليه
haduu maanta baarlamaanka ka soo baxdo masaajidda hal la dumiyo waa in la dumiyo khamradu waa xalaal haduu soo saaro khamradu waa xalaal zinadu waa xalaal haduu soo saaro waa xalaal liwaadku waa xalaal haduu soo saaro baarlamaanku waa xalaal waajibo ilaahay xaqiisii boobtay way jihada noocaas oo kale ah marka in la hoos joogo ama macnaha waxa weeye nidaamkay dejisay ummadda shan khalqiga lagu maamulay ama la rumeeyay wax jira inay tahay waa kufri cadwa kufri cadwa marka haddaan wax kale qaban karaynin ku kufri diid ma rumaysnide qalbigana kana wax kalood ka qaban karta haddayna jirin ha u hogaansan inta waa inta ugu yara qaban karta haddaan wax ka qaban kartana ka qabo macna waxaase aad la sii xumo ilaa iyadoo mas'aladu ay saa u cadahay oo majaalisu tashriic ay tahay majaalisu lkufri ay tahay haddana inay wadaadadii u kala dhuumanahayaan anigu masaladaan fahmay masalada inuu noo kala dhuumanahay oo nin walba wuu leeyahay reerkaygii ha i gey war xagee lagu geyn habaar ku dhacday meeshaad kusii socoteed u tartamaysa ee dhaqaalaha ku bixinaysa ma garanaysaa soo majliskani majliskii xaqii ilaahay boobay ma ah soo majliskaas kufrigae nidaamka kufrigaa dejinaya ma ah markaad dhex fadhina waxna aadan ka qaban karin xageed ku socota adiga maxay taa wadaadnimada iyo diinta iyo waxaad sheeganaysa maxay mas'ala runtii aad iyo aad qariib u ah waxaa keenaya wax kale ma aha ummaddu diintiibay ka fogaatay oo in badan oo ka mida waxaa ka qaalib noqday wax kale ma ahe hunguri unbaa ka qaalib noqday markaasaa diintii la gadanaya macna si fudud looga dhaqaaqaya wama ikhtalaftum fiihi min shay-in faxukmuhu ila allahi dalikum allah aayadda inta ka dambaysay aayadda dambe waxay tilmaameen cidda iskale inay sharci dejiso ay wax kala xukuntahay tilmaamahay leedahay dalikum allahu rabbii addoommada cidda iskalehe abuurtay waa kow baarlamaanku maa addoommada miyay abuurteen maya calayhi tawakkaltu ma la tala saartaa dad baarlamaan maya wa ilayhi uniibu ma loo toobad keenaa maya faadiru samaawaati waalardi samaawaati iyo dhulalka ma iyagaa abuurtay baarlamaan baa abuuray maya jacala lakum min anfusikum aswaajan nafafyaalkiiniyo xoolahaba nooc nooc kala gedisan iyo lamaanayaal yaa ka dhigay alla keligii isagaa marka garta iskale inuu garta gooyo xukumo keligii baa iskale laysa ka midlihi shay un baa la yidhi baarlamaanku tilmaantaa maleeya maya saas daraaddeed mar haddaynana waxba ma dejin karaan sharcigooduna waa baatil ay dejiyeen saasaa la doonayaa tilmaamaha cidda iskale lahu maqaaliidu samaawaati walard intaasoo tilmaamood ka iskale baa xukumkana iskale inuu idin maamulana xaq u leh sharcigiisaana idin maamulay saasaa la doonaya macna ayib wama ikhtalaftum wixii aad isku khilaafteen fii dhexdiisa oo min shay-in shay un ah faxukmuu xukumkiisu ila allahi xagga alla ayuu ahaa dalikum kiinaasi xukumka iskalihi allahu allahu rabbii rabbigay weye midka ii abuuray ee ii gacanta igu hayay calayhi korkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqonay faatiru samaawaati samaawaadka abuuristooda midka bilaabay wey waalardi iyo dhulka abuuristiisa isagoon meel laka fiirsanin loogana horaynin jacala wuu yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwo isku lamaan aswaajtaasi laba macna laga wadaa asnaaf in laga wado noocyo ama in laga wado aswaajan xaasas laga wado naftiinu xaasas idinka abuuray oo macnaheedu waxa weeye aadam waa kii xaawo laga abuuray marka xaasaskiina naftiinu idinka abuuray wa min alancaami xoolaha xaggoodana alla wuxuu ka abuuray aswaajan noocyo lab iyo dhadig ah oo innagii soo marnayo thamaaniyata aswaajin sideed nooc afar dhadig ah iyo afar lab ah soomayna soo marnay aswaaj taasaa laga wada yadra'ukum alla wuu idin firdhiyaa oo wuu idin baahiyaa fiihi kaa lasoo sheegay dhexdiisa fiihidu waxay u noqonaysaa fiimaa dukira min aldhukuuri waalinaas yacni labkaa iyo dhadigaa lasoo sheegay aswaajta ah kaa dhexdiisa ayuu idinku firdhiyaa oo idinku tarmiyaa taran wa wuu idin baahiyaa baahinteennu say ku timaadaa inaynu firirno oon badanno waxay ku timid lab iyo dhadig dhexdiisay ka timaada soo saas ma yadra'ukum fiihi ay fi dhukuuri waalinaasi can dariiqi tanaasul labkaa iyo dhadigaa lasoo sheegay dhexdooda ayuu ilaahay idin baahiyaa oo idin badiyaa ood ku tarantaan can dariiqi tanaasul isdhal saasaad isu dhalaysaan macna yaa sidaa idin badinayo idin baahinayo idin firdhinayo waa allah subxaana wa tacaala
يدرأكم فيه، أي فيما ذكر من الأزواج. بمعنى ليس موسى أهاني شيء شينا كمثله ألك لمده، شيء إلهي لمده مؤجر، إلهي ذات ذي سواحك لمده مؤجر. الله سبحانه وتعالى صفات كي سواحك شبهه لمده مؤجر، صفات كي كيف يدهده يسيدي أي ألان خاص بأيهين اللهم إكا الله سبحانه وتعالى. أفعاشي سا إلهي سبحانه وتعالى عيد كلامي دي مجرته، عبادتي سا الضمد وكل يهي عيد كلامي دي ما أجرته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آيات سوى آيات دون تأوغ شيء نمن كفر قضاء كل مي أما كبا ديوبي إلهي أسماء دي سي صفات كيس. وحايا لآيات تمثيل هي تشبيه نوي أنفذي إلهينا الصفة أسماء الصفات بأسقطي ومذهب كأهل السنة والجماعة وإلهي صفات كي سنة إنا تسقطو وهو السميع البصير وإثبات إسلام مركز صفات كمركز سقطنا وإنا أنفذه تمثيل هي تشبيه وإنا كأنفذه ماشا كسرته ليس كمثله شيء. معنى هذا المعوية هي عرشي أيو كسر مري سك سيبو أغسر مري ليس كمثله شيء مقل بوليه هاي ومقلا سيبه ومقلا هذه المدادة ليس كمثله شيء وأركا أرك بوليه سك سيبه وأركا هذه المدادة ليس كمثله شيء وصدقا مركو دونه سوال السكو وصدقا سيدا حديث النبي وقصه سيبه وصدقا ليس كمثله شيء هلكا ونستاذ مركا إثبات مع النفي التمثيل لبدا قاعدة أي وحكوتها أسماء إله صفات كيس سبحانه وتعالى انت روحي فهمي مشاكل فرب ربك النصنية ونقول مي يعني علم الكلام يا فلاسفة رك فرب ربك ميشا يكوب بها ديوبين آيات كنا بتقل معنا إله صفات كيسنا أسب سلامك هذا هكوش بين خلق كيس معنا له مقاليد السماوات صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأوحو ليه آيات قيبت ظهر ليس كمثله شيء وحي ردينيزا كوحدا لو يقانو المشبهة وأن منك إلهي خلقه يسكو شبه وهو السميع البصير إن وحي شبهه وحي ردينيزا نمنك لو يقانو نفات الصفات والأسماء إلهي الصفات كسام معاقل هذا لو يقانو وحسوك قليا جهمية معتزلة وحسوك قليا أشاعر وحسوك قليا ما تريدية كل واحد يسكونها معطلة يسكونها صاص معنا وحي إلى إلهي صفات كيسي أي أما وذديدين أما قاركود قارن الديدين قارن أقلادين وهو السميع البصير له ألا كريجي وحوسنا ذي مقاليد السماوات سماوات كفرياش وضعي والأرض يقول كفرياش فرياش السماوات كي يقول لك إلهي كعندي ذي كتلا معنا لقوة ذا معنا ذو وحوي خزن ذها إلهي نحريستي سؤيكو كي تسنتها أما تقولك أما السماواتك فرياش وضع إلهي بحي يبسطه في ذي الرزق رزق لمن يشاء عيد دونه في ذي ويقدر وعليا عيد دونه وكعليا وإنه إسوء على بكل شيء شيء والبع عليهم المدكي أغاشب روي وحكستي أغسي هايو أدون كان رزق أغب في ذي ينو أغيه أدون كان وكعليا ينو أغيه حالا ما هو ضنب الله سعودة شرع وجه ذي ألا لكم إذنك وعيدين شذي من الدين الدين كحقي سوحو إذنك شذي ما شيب إذن شذي وصاء أودر دارمي به إسقى أودر دار من نوح النوح وح أودر دار والذي كيب إذين كذي أو حيناء وحيون إليك أذق أنك وحيون وما كين وإذين كذي وصينا أن در دار من به إسقى أن أودر دار من إبراهيم إبراهيم إياه وموسى موسى إياه وعيسى عيسى أن أودر دار أن أقيموا محيي هيكاس أن أقيموا أوجوي الدين الدين كأوج فجنس كي بعد إله أوج أو تسيء ولا تتفرقوا هكلا تجنا فيه الدين كدحدي سهكو كلا تجنا وهكو قيب سمينا كمرا وحا وين هذي على المشركين مشركين تكركو ذا وحا كو وين هذي وكو عصل هذي ما تدعو وحا دياليس هم يقعو ياليس إليه حق سأدقو ياليس شيء قاد أقوب باقي سو توحيدك يمن نمضا وكو أتكا ذي وواد بي الله ألي يجتبي ودورتا إليه حق سوحو ودورتا من يشاء عدو دونه ويهدي وهنونيا إليه حق سوحو أهنونيا من ينيب عدا نقنيس حق سأن نقنيس وما تفرقوا مينا كلا تجني إلا من بعد ما جاءهم ومدين قول ريال قول رمي
وما تفرقوا مين كلتجين ومين كلبحين ومين قيب سمن إلا من بعد ما جاءهم مركو أيمد كذب مية العلم علمي مركو أيمد علمي أغانشيه مركو أيمد كذب أمبي كلبحين وقيب سمن محي أقيب سمن بغيا قرد الرد رادت وبينهم نحن ضوضة أحد وإس قرد الرجستين حد قدب يظلم درتي ولولا كلمة كلمة هدين للأيح كلمة سوى سبق ظهر مرتين من ربك ربك حقي كهر مرتين إلى أجل مدة إنتي لقاعد يوم مصمن أول ما جعابي لقضية ولك لحكم لها بينهم نحن ضال لحكم لها وإن الذين كوا أورثوا لدحلسي الكتاب كتاب كوا لدحلسي من بعدهم كوا هرج جناشورا لفي شك شك دحدي بكسوين من كتاب كحق سشك كسوين شك قاس مريب شك كلكلين يو يعني درين كليني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا آيات واحد الماميسة دينت إلهي أنوشيدي وقرآنك إيا الصلاة كيال نبي محمد لين أبو سعودي بسلامة ربه السلام عليه ودينتي لاضر دار من نبي النوح إيا متكي لوحي وذي نبي محمد إيا كي لاضر دار من إبراهيم إيا موسى إيا عيسى وشمت أولي العزم قصمة شمت الرسول شاء أبو فضل بضوء نبي قال صلاة ربه السلام عليه إيا النبي النوح يا أبيه إبراهيم يا موسى يا عيسى رسوش أولو العزم وحي أن أدر دارنين دين أغلقنا با إذن كان الدين لا إذن كان تاسا إذن كان إذن در دارن أيضا واحد الماميسة دين تا إلهي حقي سكسو دكتي أصل كيد إنو اسكم مدح آدم دين تي لانسو دكتي يا نبي محمد أغدن بيي صلوات الله وسلامه عليهم يعني كل قد هل مبدأ بليمات أو أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه دينك إلهي سودة شيء ما عدي سأوغ أو ترسية هنكو قيب سمع كم يدوغ لبدا قضب أي ليمات دين رسول شردمان وأن دين تأساس كده دين تأساس كده مدى إيلا والمعنى واتو النبي قال الله صلوات ربي وسلام عليه نحن معاشر الأنبياء أولاد علات هذان أنبياء إلهي نهاي وحن نهاي بنجلوين عرور أي بلد يعني هؤلاء سلقوا هؤلاء سلقوا عرور أي بلد أو لكن إسكو آباء يعني وحوي شوفت حالة هذا بي أحكام تكوس على سنت حلال إيه حرام إيه وحيف أحكام تاسا يعني تاوى كوكلة قد يسلنا هي الدين نوشة بني آدم كإسبدل كيرا بي كوس على سنت يسيدي كل بمعنى هرمار كي سمينيش مركا يعني لوضع قضاء أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه يعني الدين كأوغة أو توسية هناك لا تجنها قيب سمينة قريبا أصلا مرني الله سبحانه وتعالى آيانا فربنا إنه كدي لي قيب سنك أمضوا إني قيب سنك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذه أمتكم أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آذبا نصوص القرآن يصلبا أي حوق أصاريان دين تاس كتابك يسول الله كتالا إني ذاتك كميدوغان ساسمي معنا وقلب مغموم افتراك إياك لتقر ومغموم لماذا؟ لأنك لتقى إيا افتراك وعذاب من ماذا إيا ونتشركنا ونحريس سيد النبي قلنا كسر صلى الله عليه وسلم عليه افتراك مركة أسباطك أنت وحا كمنا مثلا منهجك قرآنك إيا السنة سلفك لغسو قاري روح هدو كليو أما كليات كيسا كمدا وكو خلاف أما كوحد كو خلاف أما الجزئيات فربضا وكو خلافاي وحل بيه كروا افتراق افتراق وحا كروا ونقون كرا إن أتعصبه أما كوح أما الشيخ أما البلد أما مسائل معينة إن التعصب سمي ماشي سميلا نهينا يظن افتراقي كنتا أيضاً افتراق افتراق وحا كمدا أيضاً مسائشي اللي اسكاقمي دي هاي أو يعني وحوة أيناً تشيرين وحوة ينالوك لقديسين هاي هادنا الضغي إيا حد قدب إلا اسكو سمعي واتن آيات تلمانا يسوء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم لماذا ضغياً بينهم هاد إلا اسقرط الرجل سيدة ابن القيم يو شيخ الله من ثانية إليه يعني كوحها اللمي إيه تشيتك كاللمي إن بدن أو كم إذا وحا كيني بليه إلي اللمان قرول والبمركي صوب بحدي وحي اسكود ديري
إني إيادو الزمام كاللو ريكتو كوي كالوحي وتينو حق أو ضن وإن كرين وماشا إلى يهود أوليه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهود نصارى وحي لنا وحبا ما هيستان نصارى وحي اليهود وحبا ما هيستان كتاب تينا من آخرنا حقيقة سوحي تاي يهودنا وحون حق واوتان نصارنا وحون حق واوتان وحال ربنا سيدة الشيخ صلى الله عليه وسلم من وليه كوحدة حقي وضطنا وحي كحق سنتهين كقاضو كوحدة وحي حقي أي وضط كقاضو حق أضوه أرورسو بعد الكوضان بلاك كمر انت مهلي كرتا كوح والبئي النيو والبئي انتو كس حسيني هي كقاضو وحي خلت كيسان بلاك كمر لكن دوب هو رطور وهذه الحق ما دامك وحبلي الرهبلي ننهبل وكسوف لي أنا الكاس حق إماءها صلى الله عليه وسلم حق وحق وحاك روكينا محاجرة وحل إذا هذا اختلاف هي افتراء وفرق أدحي اختلاف هي افتراء ومرنا اسكو معنين نغضان مرنا واك القدسين مر وحاجرة خلاف شريتان كيسو أنصنباص لهين سونا شري شري وهذا كسوة شري وقته الصحابة إلى تابعين إلى مالك مانتا مسائشة علماء السنة ونحن هذا اسكو قلافسينهين مسائشة نوع عاصو كلا روحي اسكو ضيئين سوا أفتشارو وهل ميل أمد اسكو قيو ووح الله إبكستو وكوكرا مرتنا حكومة أما فسكي أما بدعاكو حكوماي وافتراق أساس كيسا مدى إيضانا ابن تيمية عليه رحمة الله مجموع الفتاوى أيو كتل مامية مسائشة نوع عاصو كلا وإلي السيدة باقيكو أهدا وحا كفرا إلا يسو مسيحيه وحا كفرا سيفدد إلا وغا نقاشه لكن مسألة من هذا اجتهادي تهي افتراق الوحكو إيمان كرا إلا ترادة أنيقا عبدان لي صور راعين بسوي من الله لنكا لوافق صنين أنيقا بسوي افتراق ويكينيسا إني أمديك لتكتب لك لبري مقضو ليس تفسيقيه ليس تكثيريه ما كان إيمان يسمعنا وحي مسائشي ساسوك لسوء هاي أما حد وقوها علماء السنة بحد اسكو خلاسين اجتهادي إن أن لغصلين أن لغدسين تبرئيو ولا إبرائيو إن أن لغدسين إساء باقيكو أهدان أيضا وحوي ومسألة اللوبة هاي هاي وحا افتراق أيضا كيرو كمدا إن يعني وحوي دينتي وننبقي بإسحيشيو وكان صامرنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن القيب أذب إنتاد إسحيشيسو قيب تكالنا أبنان كمرتو يتبقي بإسحيشيني دينتي والله قيب سليمك كوحيب لا قيبتا سي وضطا قيبتا لا شغاكو مالي كوحيب لنا قيبتا سي وضطا قيبتا كسو عدين شغاكو مالي دينتي منها دين لقيبينو دادك نواق قيب سمية تفرقوا إيماني تفرقوا وحا وحالي سنمركا ملكا دين تقلع نبي قالوا نوشا سلوات ربي وسلام عليه ومضوا إلي إلا تضباطا إيا الصدح كوحود وقيب سمي دونت هل كوحا باكس أحسن وكوح ذي وندارتك بباليس وقلوا هايستنين محمد صلى الله عليه وسلم إيا أصحاب سيسي طريقة لأيكو سبنايان تا أدوه التزام إدي خلاف سن طريقة أو قرم مرسنة وحي حق أي وطان قاضع وحي بعض الكوذي كو خلديه النكبر النقو صلى الله عليه وسلم شرع وشي ذي رب سبحانه وتعالى لكم إذنك وحيدين شي من الدين الدين كحقي سوحو إذن كتش ذي ما شيء وصاء دردارنا به إساق النوح النوح دردارنا إيا والذي كي أوحيناء وحيونا إليك أذيك نبي محمد أكو وحيونا إيه وما كي وصينا أن دردارنا به إساق إبراهيم إبراهيم أنو دردارنا وموسى إيه موسى إيه وعيسى إيه عيسى أن أقيموا كاسب غير أن أقيموا أوغا الدين الدين كأوغوي أو ولا تتفرقوا هكذا تجينا فيه الدين كذا ذاك كاكوكا لتجينا وأهو هذا إيه وحيالها أن دين تأهيانا إذن قيبينون كبورا وحا وين هذي ومعناها قبيوي على المشركين مشركين تكركوا دوحا كوين هذي ما شيء تدعوهم أدوه يارس إليه حق إذا أدوه يارس معي هاي وتوحيد دين تدوه يارس وادبتي أقول زمرنا يعني مركي إلهي آيات كيسا لغو أخرية وشي قو دوحا تكدري ميسا المنكر انكراد إيو قونسي إيو لبسي إيو تكدري ميسا معنا توحيد كلا دبي الله ألا يجتبي ودورتا إليه حق سوحه ودورتا من يشاء وعيد ودونه وأدو مدي سكمل ودورتا علمي إيه عمل صالح إيه هدي إيه دين تسي إمام بودورتا ويهدي وهنونيا إليه حق سوحه وهنونيا من ينوي بعيد النقل يسوح حق سوحه النقل
روح صون نقول يو ضمان تكسر نقول يو ضعدي إيمانك ونقول وما تفرقوا مين كلبحين ومين كلفين كوي هري إلا من بعد ما جاءه مركو أيمد موي العلم علمي مركو أيمد موي أفرس سير هذا كلا تجا دينته وح أصله علمه مرك إسقلابتهم بيعامدون كلا تجتا صوما لكن علم هذا وضع صعوبة عامدون كلا تجس كل فينا عند جيل كاوي مرك من حل أو علمش هيجنا هيو دين تسيح الأجسيد هي وانتو دين تفرور حرمياش ويساقوا الربال لآذي بلاي أو بننك كان كاسوي ضب الراعية كوة دربان كده بطمية أفكار تيسا كو قنعية كوة روحي نقول إساء إيا أفكار ولي جيد بجرت خلاف كان الدنيا ده أما كرسي اللي يسكو قبصده أما مثلا واحد غير اللي يسكو قبصده أما مصاريح الدنيا اللي يسكو قبصده واحد عما ده maalmo jiraya wixii u galaafay uu galaafay wixii dhintay baa dhiman laakiin uu dhamaan khilaafka laakiin aan dhamaan shahlay wax weey waa khilaafka diinta galaway balu fiirsada khawarij iyo shiica iyo goobay bilowday ma taqana kun iyo dhowr boqol sano jiraan khawarij iyo niman kale daado shiica iyo jahmiye iyo maanta wali waa la akhrinaya afkaartooda Soomaalida dad baa wila maanta si haysta laakiin khilaaf dawladda soo dhaxmaray oo ama dad soo dhaxmaray adduunka ku dhaxmaray meeshii ku baabay dhimashadoodii bay ku tagtay Soomaa مرك من بعد ما جاءهم العلم علمي مركو أيمد إيه قرشبي أي وحكة لقرتين بيس خلافين أو مدينة قريب بينما الله بهنا علمي إنه دقة سكة الروح مركو علم سياسة وكدة على صيد ومضى أمي ذي لها يسوقوا حاجاتين لها يعني مركو خلاف هو عرر لها معنا محي يسوق خلافين بيسوق مدينة مرك بقيا قرب الرد راد بيسوق خلافين أو بينهم يعني وحي أكل بهن أي أكل تجمع بقيا قرب الرد أو بينهم لحد وضعات ويسكو حب قدبين واسوهدين تبالة المامي واليس الظلميي ندبا مدبو حستي ندبا مدبو كحوك بذيري ندبا مدبو ماشكري حيري ساس بغيقا اي الظلم قاد لحظو ذيمي ايا السبب اها مركي علمي هلين كدب اني كلا تقانا بايس خلافات ساسو معنا ولولا كلمة كلمة هديلة لا اياه كلمة سوى سبقا هرمرت من ربك حق ربك كورمت اوكي يعني وحوي عذاب كوذا إلا الدب لقاء إلى أجل المدة إنتي اللي يقعد يوم مصمّن أولا مقعابي لقضية والا حكمي لها بينهم لحظوظة مركي إسخلافين بوالا حكمي لها ووالوك القرقادي لها مركي أصابه وشوظ الله ضمعين لها لكن إلهي كمتة لقليني كلمة الرئيسي إن أرنتوا آخر اللو تبدقاء كلمة لا صمرك الوصول وإن الذين كوا أورثوا لدحسي الكتاب كتابك لدحسي من بعدهم كوا إسخلافي قداشوظة أما من بعدهم رسوشا قداشوظة لا في شك شك لحدي من كسوغين منه كتاب كحق زي شك كيوشوغين شك كاسو مريب برين قلنا يو شك كالكوري ذي ورثو الكتاب وكوي كدن بي قلبة هوري وهذا واليق أركيو هذا مثلا الهداد في رسو يهود وكالت علمان وذي مركي إسقلافتي أو كتاب كي لغو كالتري كوة ما أمتشو غاي وحي كور هيان كتاب كي توريدها مجرم شكي بي إنبادنا كيوشوغين إنجيل مركي النبي عيسى لوجزتك، أو أي كوحة أنت سو مذهب كلا نقدين كريستيان قيس سمين، كوا ما أنت تشوجو أو كتاب كلا دخل سيئي، إن بدل أو كم إذا كتاب يوم بوا بكشف سيئهم، محيي لو حسوا جريئون، أنت سو مذهب أو مدمت ككلا تبعض الحكومية، تكوا ورن تدوينه مرك، وحيل وحقي حقي ترى، علم أن واشيء تري، علم أن واشيء كيزوال سؤال زوجك ذكر زوجك. علم أنه واشي علم أنه واشي هذا اعتماد الكتاب كلاهي بكشك لي شك ما كلي وروحا كيبا حقوت كيبا صواب كي كسولا أخيرا وحي اللي قولي سمع علمت كتاب كي سود دقي حقي بما علمتي سيئني اندراس كبار ويتد كيبا وحبك لقروا هيا أي آخر مكدم قد ما ينتوتا خلافك مركا إلا حسمي أو لا أفتره أو لا حكمي أو علمه ذو إسوي مادان أو علمه ذاتك أروريو أو إيغو ولتشراء أمدي هو قاميان كتاب إلهي السنة النبي منهج كي سلف كانوا كوه قاميان من لماذا نكود دالة سيدة صلى الله عليه وسلم فلذلك كادرت أما فلذلك كحقي ستبعو أويا نوضتك خلقي أويا واستقيم تصنو كما سيدة أمرت له أمري تصنو ولا تتبع الرائع النبي محمد أهواءهم هوين كوده الرائع وقل وحاتر هذا آمنت وحن رمي بما شيء أنزل الله ألا أسودكي ومن كتاب كتابة وأمرت وحلي أمري لأعدل إن حكمه إن عدالة سمي بينكم لحدين الله ألا ربنا ربك النوي وربكم إربكين لنا وحن نوصونا أعمالكم عمل أعمالنا عمليالك
ولكم إذن كرا وحا إذن سبنا دي أعمالكم عمليالكين لا حجة واحد ضوضة بيننا وبينكم إذن كي إنك نحن نظر ما أهاني محاولا قدو دينا ورقوا إسكعبيا الله ألا يجمعه كل من بيننا دحذن أيه كل من إسكين وإليه حق سونا المصير أهاشوه أهاني والذين كوا يحاجون دوضية في الله الذين تيسا دحذن كدو دي أي في دين الله من بعد ما استجيب مركي لأجيب كذب له ألا markay dadka qaarkii yeelan oo raaceen kadib kuwa ku doodaya xujjatuhum xujjadoodu daahidatun tusim bil rahatayn wa tubadilu burtiwi inda rabbihim rabbigood aktis wa alayhim korkooda waxa ahaday qababun cala ayaa ahaatay walahum waxaana u sugnaaday cadaabul cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag cadaab xanuujinaya wiilay falidalika fad'u ayatani waxay ka kooban tahay 10 jumlo oo jumlo walba xugun madax banaan ay wadato وحلي ابن كثير عليه رحمة الله آية لم يذهب مجرته أرنتها كل مذا اللهم آية الكرسي مويه شاسو لي معنى فلذلك فادعوا وجمله ومع الله قوضة فلذلك افتراقص إياك لتقيد درتي لك لتقيد فادعوا خلقي قويت ومع هذا قويت توحيد إيا من ما قويت ما دام كتبتي هورا لغوك لتقيد أولا قيب سمي كاس درادي افتراقا درتي ضدك اغير توحيدي من ما اغير ساسي واتصير اما واحد ردا فلذلك كاس لقوة حيوذي او توحيدك اي ايمانك اي طاعبي خيرك فلذلك اي الى ذلك كحقزة فادعو ضدك اغير مركانا معنا وحيك لقوصو دكي حق لامتو بمعنى الى مركانا غني سمعنا مركان ضدك اغير وخلائق ضد اغير مبدأ الهي قوصو دكي توحيدك واجمله جملة اللبادي وحوي سيدي لغو أمري أتوصنو معنى هذا وحوي دادك هداد وحو شيغيسو أدوك أتوصنو وحا دادك أشيغيسو أدوك هلقا حلو سيدي إلهي أمر كوسي أتوصنو أو قلق الله عايز كيولاني ميديك إيه بيرح منا أولا حاني وجملة اللباد جملة صدح هذا وحوي ولا تتبع أهواءه كوان إسخلاف سن هواين كودة ووحي دين تكدقان أيان إيو نوال بسيدي ربو الرعاي إلان هواذا وحلي دانسي نفط وحن نفطوه تعيش هاي كوكلة تقين أذيبوها الرائن خلاف ما هذا راعي ذا وحي بالراع أهواده والسبب الرئيسي وضدك المومية مركو اللي هو البسيدة اللقو منهم اسكدبه قالوا أما الشيخ يزئي الدريقة يزسيدة اللقو منهم اسكدبه إستقوا الميزان كي كتابك يصنع أسوء علنين مركاسي أمدوك لتقيسة افتراق دعية ولا تتبع أهواءهم هواين كاس إيه مذاهبتا كلا قدسنا هالراعن يوحي نفطه جعش واجب لك لك وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وحاد كل هذا وحان رمي كتابك إلهي سودكي أوضن من كتاب وجنسي وكتب أوضن بالك أوضن وحي كتاب إلهي سودكي أوضن أنه ورمي يدي وأمرت لأعدل بينكم واجب لك لك وحا الله أمرينا دحدينا عدالة السمية معنى أنه وحويان إذن ظلمني هذا سخيلة سنتين كلا تكسنتين نو والبعد على دسال إنكوا كلا صارية كوحدي قرلنا وقرلدهن كي خلدنا وخلدنتهن لكن إدين كلا إحن ماي سيدا سؤاله أفرج سبحانه وتعالى وبيدوا لي شيخ سلام من تيمية عليه رحمة الله بوافت إيه مذاهب تأس هيسا أما دائرة الإسلام كان قوة تشرت أما هكبع سنوات مذاهب تاسي مركز أديك جلسون حكومة يسوع عدالة بلو بعين تاس مذاهب تاس إيه طوائف تاس iy dadkaas iskhilaafsan hada arintooda ka hadlayso cadaaladaha ka gudbin li aadila baynakum saasala dunya bara allah subhanahu wa ta'ala rabbiga naw idin kana rabbigi way isaga ila mideeya isaga ila wada abuurtay oo wada caabudna hada diidan anaguna amalkana leenahay idin kuna amalkiina leedihiina waa bari baa idin kanahay kala tag waxba isku darsan meen arintu mar haday saa u cadahay la hujjata baynana wa baynakum muran ina wadhiyal maxaan ku doodayna warku haduu cadaado oo arintu iska cadahay muran wuxuu taraya marka soo faa'iido la'aan ma faa'iido la'aan nimay uu doodi inama dhaxtaale xaqi waka cadaaday ama raaca ama saad u diideen ku socda diide taas macna la hujjata baynana illa wuxuu marku qarsoon yahay ba ruuxa laga la dooda si loo fahansiyo wajadilhum billati hi ahsan marka sayba laakin haduu cad iyo macangigi is diidsiinayo la hujjata baynana wa baynakum مدودين مر مرمينا ومعنا الله إلى كل من دور مالين في قيام ذا ننكي خلدناي ننكي سحصنانا وحي سسين دور حقي سعيونا أهاشوه أهاضي الله نقنية سلاسوا معنا فلذلك ك
كاس حقيسة وحيقة إيا توحيدك حقيسة فدعو الناس ضدك أوير أما فلذلك افتراق أصبعي إيا كالتقع إيا انحرافك بعي درتي فدعو ضدك أوير أدوغو أو توحيد إيا من نماء أوير واستقيم توصنو كما سيدا أمرت اللغو أمريو إلهيكو أمري أتوصنو ولا تتبع الرعي أهواءهم وحي نفتوضو تعشو الدين تكبغن أيان الرعي وقل وحاتر هذا آمنت وحن رمي بما أنزل الله وحو إلهي سودكي أو من كتاب كتب جنسي وي كتب إلهي سودكي أولا وأمرت وحالي أمري لأعدل إنا عدالة سمي بينكم دحل إنا عدالة دين سمي الله ألا ربنا ربك نوي وربكم إيا ربك لنا وحال نصنا بأعمالنا عمريالك لك شغاكم الهدين ولكم إذن كان وحا إذن سبنا بأعمالكم عمريالك إنو شغاكم الهدين لا حجة وحضوط يمرنا بيننا وبينكم أنك إذن كدحلين ميال حجد وعبها الرعا الله ألا أيا يجمع كل من بيننا دحلين وإليه حجيسون المصير أهانشه أهاضي إيا نقطكم والذين كانوا يحاجون في الله كنوا عوني قولنا ذا اسكدوا ذيس oo ilaahay diintiisa muran iyo qadshaal kuays markii ilaahay la ajiibay kadib min baad ma istujiba la waxa laga wada markay diintiisa dad raaceen oo la yeelay oo jaa ay jiraan dad ku dhaqmahayo raacay markaa kadib kuwa iska murmahay wali murankii iyo doodii ku dambeeyay xujadooda waa mid simbir raxanaysa wad alla aktis maxaa laga wada yaani daahidatun waxa laga wada way buraysa daxdiga hore uu soo sheegnayo waa markay lugtu ku fakato oo simbirraxato maxay leeyahay sheegu mar hadduu simbirraxdo jidkiigu ka baxay hadduu jidka ka baxayna waa buray marka daahidatu indar waxba kama jiro kuwa iska murmaya doodoodi iyo shubahaadkooda xujada laga dhigo iyagay agtooda xujo ka tahay waxoodu wax meel gaaray ma waa wax buray ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala korkoodana cala ilaahay ba ahaatay cadaab adagna weeyday walladina kuwa yuhaajuna dooday في الله أي في دين الله دين تلاه دحذا كذو ذي من بعد مستجيب مركي لأجيب كذب له الله أو ضدك قاركي أي راعين ومؤمنين تراعين كذب حجتهم قوة الجذور داحضة تصم بالرحنة يسوي عند ربهم رب قد أكتي وعليهم كرك وروح هذا غضب على أياهات ولهم وحى أصنا ذي عذاب عذاب أصنا ذي شديد نؤابك الله الله الذي متك وأنزل ذي الكتاب كتب تسود ذي بالحق يض حق وضته والميزان عدالتنا مثل كسوده شيء وما يدريك محاكو بيسي محاكو بيسي قيام هذا وقت جدا لعل وحامضا الساعة صعد قريب إن يتهي مدو إتيانها إما شهد مدو إن يهي أيام مضا يستعجل وحد دكدك سنة بها صعد وحد دكدك سنة الذين كوا لا يؤمنون أن رميسنين بها صعد والذين كوا آمنوا رمي صعد مشفقون ويبقان كوا بقيا وي منها صعد حق هذا ويكبقيا ويعلمون وحين أجهن أنها صعد الحق إن يتهمد حقا ألا هوي إن الذين كوا يمارون مرميا في الساعة صعد دحل يدي أرنت هذا قرن كمرميا لفي ضلال بعد دحل يدي كسوهم بعيد أو حق كفر الله ألي لطيف متك السمفلون يعني لطفك واسي خوصو أو قرصون يعني السمفلك أدعوه لطيف متكي السمفلكيسو مت أحيال ديري هايئو سي قرصودية أو السمفلو يبي عباده أدومديس يرزقه إرزاقا من يشاء عيد دونو إرزاقا وهو القوي متك تاكتي أود لوي العزيز إهدنا غالبك من كان الروحي أهالي يريد مد دون يو عمل كيس يريد مد دون يو حرف الآخرة آخرة بيرتير آخرة بيرشد الروح دوني نزيد ونزيادين إن الله إسقى في حرفه بيرشد سدحد وزيادين ومن روحي كان هذا يريد مد دون يو حرف الدنيا الدنيا بيرشد الروح دوني نؤته ونصين إن إسقى منها الدنيا قار كيد أم حق يد وحكسين وما له من سنان في الآخرة آخرة دحديدا من نصيب وح نصيب أكمل ديفكمل رب سبحانه وتعالى ومك سودتي قرآنك أنزل الكتاب قرآنك سودتي كتابك قرآنك نوال لي كرا لكن سيدة الشيخ محمد أمين الشنقيط الرجاح وعفي عنه لي الكتاب إن لقد قد جنسي كتبتي ودن الله مك سودتي بالحق يضو حق وضط والميزان نو سودتي ميزانك مع الغوضة وعدالته
عدالته حقي كجرتها كتبت لفظه كجرتها حديث سداس ليلهدو waxay noqonaysaa kitaabkuna waa sifo miisaankuna waa sifo labaad shaygu haduu sifaad badan leeyahay waa la isku cabsi karaa sida yani waxa weey tagayru sifaad bal ilaana waa la isku cabsi karaa sidaasi waa macno waxa kale oo la dhigi karaa ibn qayyim alayhi rahmatullahi sida uu leeyahay kitaabka waxa laga wadaa waa wixii nas ku ahaa ee ku cada kutubti soo dagay miisaankana waxa laga wadaa مسائشي كتابك كو عبيد وحي لمده اللوغة قياس قاطين ميزانك لك وضع ابن القيم عليه رحمة الله سيدة صلى الله عليه ومثلا تصال عنان مثلا وحي ليه الله سبحانه وتعالى قرآن كوحي كيلي لبدا والد ولا تقل لهما أف أفهمها كده أفها كده نصوما قراعيستا كورا والله قراعي كرا ما يعني أفن توالنص ميزانك تعلم بدنا وقرائستي قرآن كمثل الإلهي وحكوه أقوم تعملك لك ورمي حول هذا حعنون صلى الله عليه إن الذين يأكلون أموال اليتامى حولها أقوم تعنون لي طيب مين في قبك ورمي العنون بقى الكتابة حعنون حقوذين له والميزان وي. صورت مرك ابن القيم عليه رحمة الله يساس وكل الدنيا وأنا معنى هذا قيمة ضروري إلا إذا هذا والميزان وحال جورا مسائش قياس ككوي ماذا أو مسألة النص أو قرآن كشيء أما حديث كشيء إلا ذا دين لا شيء إلا ذا وحي قوة فقسا أو نبى ميزان ذا زوجليس مسألة هذا النص هنا محي زوجليس والكتاب أنزل الكتاب مزوجليس الله وق معناه مرك واحد كلام غلزة إلا وحوى إلا وضع مذهب يكسير هذا كلام مرتاع مسألة كستو الدين تقطع لي أموان نص أموان نص أموان قياس هل كافي كل أروري معنا ساسويا محاكو أبي سيني محمد القيامة وحي مضمتها القيامة إن الدودة هاي أو وقت جاي الدودة قيامة سيدة هذا واحد دك دك سنة أو نص ودك جدا كوا أن رمي سنة يعني ديدا أي ديدين درادة بواحد أن متى هذا الوعد كم بيلي وأكور ما محي أضع هذي كوا سيدة دك سنة لكن ذاتك الرميسان قيامة إنه يجرتاي أيبو ويكبقان قيامة وابغيا مركاسي ديار قروبيا أو الدلال سمينيا أو إنتاسي ويكوت لك شيء لكن كان الرميسانين يسيقوا حليا بريميت ميمانتا باتمادا معا ديك وحشرة هديتا معا إنتاس أيو ضاحيسا ساسي معنا وحي عقي ينكوا الرميساني إنه حقتها يجرتو ربو حليا سبحانه وتعالى ورنقيستا كوا مرمها يسا عبا أرن كيذا كمرميا إي متشر اللسو تاغن ما إيمانيس كمر مياي كواسي بادي فق وحق كفق بيكسو جنيه الله سبحانه وتعالى وامدك أدومدي سأطرو أدومدي سأصاليب إيا قابب أين الدريمين مدك أغوص مفلوه أديك السمفلق إلهي أغوص مفليه يعني قار وحا كتشير آذن حتى درين سنين سقر صون أو خفيف يعني السمفلق أغوص عداجره الله سبحانه وتعالى وحو إرزاقا أدومدي سعدو دونو إرزاقا مشي أدي سيكون حنا تعدو وحسينا يعدو أدي ذي متك أود لي عزيز كان لسكو تاقي كرينا وإساقو ورعمل كات سمين إسان الروحي أولتشي إذا آخرت بيرشد إذا ونغس يديني نبر رب سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة مركز أديك عمل سمين إسو شقين إسو نيادة دي قصة كاقو محوية ما بير آخرات أتشي إذا بيرشاء آخر مثل بيرشاء الدنيا دولة جيدة ننكي عمل كيسة بيرشاء آخر أولا جيدة وأبال قد آخر كد دولة ياي وأنه أكر ديني نابر بر سبحانه وتعالى وحلقه وضع وانا الله وافتشن وانا الله فضضين وانا الله سهلي حتى وتنا بيرتيسي و بيرتي أيضو اللي سيابيي وأبال قد كي لو كر ديبا لسيني نزيد له في حرفه روحي سيد دولة يا الدنيا ون دولة عمل في سئ شقدي سئ قصد في سؤن الدنيا أتاعي متك إسقي آخر وحبكم الله أما الدنيا عمل كي أسميني إن وحكيها الوعد عكرتها ساسمع إن وحلاجسي وعد عكرت هذيل السيئة السيد الرب الله سين ماي الدنيا الدولة سيد كود دالة سيد وأرض سيد بيريسو وحلاجي يا با أنت كود نبر شفتو أو رفض دو بديتو هذا السال رتين هذا الأهلي معايا لا يضل لفتي ذا والله معمولة يا صم أدو يسمح يسيد إلهي بكوة سبحانه وتعالى سورة الإسراء والنبوس أمرني آيات معنى هذا
الله الذي مثل وأنزل ذي الكتاب كتاب الكتاب كتبتي بالحق حق حالي وتنك وسو كمثل سود ذي والميزان عدالة أنا مثل سود ذي عدالة يعني وحويان شيء والبلا صاروا حق نمدي سئ حق دردي سكلا عضيسا ميزان كاس عدالة أنا الله مثل سود ذي لأن عدالة ومد حق إله كتم عدالة حير تشم كنا معه مدن أنظمة لدي تستين ما عدالة وتي إلهي سود الشيء سبحانه وتعالى وما يدريك محاك أبيسيين محمد صاعد أرمهر لعل وحامضا الساعة صاعدي قريب إلي تهي مدو إما شهد يستعجل وحدك دك سدا بها صاعد الذين كوبا دك سدا لا يؤمنون أن رمينين أما أن رمينين بها صاعد والذين كوا آمنوا رمين مشفقون كوبق يوي منها صاعد حقا رويك بقيان والول بيكوها يبقدين بدل ويعلمون وحي لأجهن أنها صعد الحق إني تهمد حق أجرة وحجرة إني تهم سأصدراد التوابشي ديار قروب يكوشرا ألا هو إن الذين كوا يمارون مرمية في الساعة صعد دحيذ كوا كم مرمية دولي لفي ضلال لنصنان يبادي دحيذ بكسوهين بعيد أو حق كفك الله ألا لطيف مدكي سمفلوي بعبادي أدومدي سيقر صون متك أغو سمفلوي أما متك أتروي يرزقه إرزاقا من يشاء عدو دونو إرزاقا سمفلكي ساقر صون بك متك وهو ألا القوي متك تاكتي أود لوي العزيز غالب كان لسكو تاكرون من روحي كان أهادي يريد مدون يحرط الآخرة آخرة بيرشد عمل كآخر ويمعنى عمل آخر روحي دون يبيرشد يفلشد نزيد ونزيادين له إساقا في حرفه بيرشدي سئي عمل كيسا لحدي سألو زيادنين بيرشدي سمحيطا يعني أبال كيبا لو زيادنين أدوك إنتو تشوغنا واللوفض دين يا بيرتا آخر عمل كآخر واللوفض دين ومن روحي كان هذا يريد من دوني حرف الدنيا الدنيا بيرشدي بيرشا الدنيا مكشقين بوريدس بير سمي قريد قلو قناعسي سمي يعني وحويان قصة كلام مبلغة حضور حتى عبادي سنيو عبادة قصتك كليها الدناء الدنيا وقوتها حرث الآخرة حرث الدنيا نؤته ونصينينا منها الدنيا دي حقا وحبان كسينينا تورمي أوردهي وحبان لك كل لوضع سين ماي وحبان لك سين طيب آخرنا وما له أمسقنا في الآخرة آخرة حيث أمسقنا من نصيب وحن نصيب كبالها إلا وحيسي أدنك كبالها ما يستيق أما مثل له ما وحا أسقنا شركاء كوا وذاكه وإلهي وحلو وذاك كوا سو شرعو تشيدي لهم إياه أتشيدي من الدين الدين كحق سأقا تشيدي ما شيء لم يأذن يوصن إذن به إساق الله ألا أوصن إذن ولولا كلمة الفصل كلب حنت كلمة يديها الدين للا إياه كلمة كلب حنت أو دي بلودي لقضية والا كالحكم لها بينهم لحظة والا كالحكم لها مره رابع عذاب كالوزد دجين لها وإن الظالمين كوا الظالمين تا أتشيدين يوحس لهم أيجا وحى أسمنا ذي عذاب عذاب أسمنا ذي أليم أو وحى نوشيا ترى واحد أركي ساء الظالمين الظالمين تبى أركي مشفقين أيجا وبقيا أيجا كوا بقيا مما شيء حقي كسبوا أي كسبذان أيجا كبقيا وهو إسمنا والحال هو كأي كبقيان واقع ويهم بعيا بهم أيجا قد عيا والذين كوا آمنوا رمي أو عملوا سمي الصالحات أعماشهم ناسا في روضات الجنات شنوينك meelo hooda lagu tamashleeyo lagu raaxaysto ayay ku sugan yihiin jannooyinka meelo hooda ugu qiimaha badan ee lagu dalxiisay lagu raaxaysto ayay ku sugan yihiin lahum waxa u sugnaaday ma yashaauna waxay doonaan inda rabbi maradood aktis wadaalika kaas oo waxa doonto inaad ilaahay aktisa ku heshaa huwa isaga ayaa al fadlu dheerad ah al kabiir ee weyn dheeradka weyn ee wax walba ka weyn isaga weyn am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma intahay ayadu إن فرها للاجلا أرنت تشيدين تحلالين تي حرامين شركي بينك سوق عضي شركي قلنا الله الله يوا قلنا ذي وقلنا ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت جيز شوكتو عربتها صوبتنا وحيابه إله الدين تي سكو حلاله هي وحياله كو حرامي أي إنتي فرجليين دين تي النبي إسماعيل وحي كو يالي أي إنتي فرجليين بيبدلين وكان صومر نيو حولها قارنا وحي لهذين رقعنا قارنا وحي لهذين دمر كعنا بختي قئيو ديق قئيو خمار قئيو وحيالها نوي حلال استين
وحيارة كحرام هانا ويحلال يستن وحيارة حلال وهانا ويسك حرمين يا سا أقلي وحا أقلي أو يدو دي أضياش ودي بكسو قارين ننكي أقوه الرئي الشرعي قبدل وحوها عمر بن الحي ننك نبي كشاك سواة ربا سلام عليه أضياش ودي بوها ننكا سا دينتي النبي إسماعيل بدلي نبي بوحو صلى الله عليه وسلم وحان كو أركع نار تطلح ذا أسلم من دعيرك تشيدها هيان أركع بنبي صلى الله عليه وسلم عليه لماذا؟ لأن دينتي النبي إسماعيل بدلي وقاب كذي النظام كي الدستور كي أدقنا إذا انتي ماشا وكساري بوحو كاني ميدي سوو تشيف كي سوو كليم وننك أتشي ذا أصنام تيني عابدا حرالين تأي حرامين تننك أتشي ذا أرنت الرب وحو كدق إلا إتاه شركي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرك إسكعب مرك شرك عدوي معايا ليسان هو يبغى غصو شيئني شرع الدجنت إلهي ما إسكله حق إلهي خالص وعوي إن الله لقلوا هو شاعدك للو ذا تشينا هو شرك إسكعبوي ساسوي معنا أم أمسل لهم هو حوصونا ذا شركاء كوا اللو ذاك أو اللو حلو ذاك ساي شيئني كوا صو شرعوا تشيدي لهم يغم من الدين الدين كحق سوغا تشيدي ما شيء لم يأذن أوسن إذن به إساق الله ألا أوسن إذن وحوسن ألا إذن أن أقلان أن أتشيدي يو وحو الرب حلاليين كحرمي وحو الرب كحرميين أحلالي ما كوا النوع عاصو إلهي وحلو ذاقي ليه ولولا كلمة المجرم ويكواس طيب نمان كساي ولي شرعي كي إلهي أهين دتشيي رب وحو ليه ولولا كلمة الفصل kala bixinta kelimadeedu hadii la la yahay oo aakhara loo dibdigay la qudiyay baynahum waab la kala xukumi lahaa markaas aan dhexdooda la xukumi lahaayo nimankan sharciyi ilaahay bedelay sharci kale meesha soo galiyay markaas aan laga takhallusi lahaa laakiin maxaa loo daayay kelimadii kala bixinta iyo kala saaridu waqtigeedii ma aha aakhara loo dibdigay kelimadaas dibdigeeda way waxay macna wax weeyaan ay ku joogan لقضي بينهم وأن الحكم لها يعذب كلوس ودجلة وإن الظالمين ظالمين ظالمين تنواكوا وقوة شرع قدتشني وإن الظالمين ظالمين تمشرعين تا شرع قدتشني هي قوة كرعة ياي له وحوسنا ذي عذاب العذاب وحوسنا ذي أليم أوحن وشيا محيلي ترى واحد أركيس الظالمين الظالمين تبا أركيس وقوة شروع قدتشي هي قوة كرعة إلهي الدين تيسي قرمري وحال أركيسا مشفقين أيغو بقيا مما شيكي كسبو أي كسبدين بيكا بقيا مركي آغرطة قان ديوانكي لغا دياري إيا أعماشو دي حميد أميشة تالا بيكا بقيا وروا كسب كاقية بيرتات بيرتاية معابو قبقي وكا بقيا لأن بلاي ونبا ميشة ديح تالا أيغو كبقيا داركيسا حكا بقانا بقدين تاسي موحبين كبت بادينيسا وهو واقع بهم وحي كسبديني وكب عيايو أبال كيسي كل ويهليان أما هكب بقيان أما ينكب بقيان والحال بي معناها بقيان هو إساق وحي كسب داني كسب كوضو واقع المدى عيايو يهديهم إياقا كب عيايو قولوا ذا سمر كيسالي قولوا ذا شرعي كلالهين شرعي إلهي كلية رعسا ربي قوضاء طيعسا أياق محوية أبال كوض والذين كوا آمنوا الرمي أو عملوا سوية الصالحات أعماشا ونواناكسا أو الدين إلهي بقا كبكت ربي رالي قلمتي سيا باعدي سيكود دالي كواسي في روضات الجنات أسندوينك إيا تشنوينك روضوينك وذي كود حسوي روضة دواحة لذا هذا أطيب بقعة في الجنة لذا أسندوينك أما بيرتا ماشي ذا أقو قيمها بضل يعني وحوي لوض الحيستغو اللي قد تمشليه ماشي أسعى واحد لذا هذا روضة لذا شاس روضات مركة تشنوينك أسندوينك ماشي أغوقي مبنيت أغوقى لسنين هل كاسي دحدة هذا رب سبحانه وتعالى شاس وياك في روضات الجنات جنوينك يعني وحوي جنوينك ما له هذا أغوفي عن اللقر راحيستو أي كسوين الله وحاوسنا ذي ما يشاؤون وحي دونان عند ربهم ربك أكتي سوح الله وحي دونان بكله ذلك متكاسي هو إساق عيا الفضل ديرادة الكبير وين فضل وين الأباها إن الله ترتمه والله جدا لكاوي ذلك متكاسي الفضل وينه روضات كائية خير كائية برواقة بلدوغ لوضع قول إسوفير قول الله وحي كتيران السندوين كي يبيرها وين ماشو ذي أقوقي وبنين أقوقا لسنين قولنا وقولنا عاد أركيزو يعني عذاب إيا وحي كسبدان إيا الرفاد إيا ولول بيكون نوريه سؤال لما كلا تجمرك ساسا الله قيب سمي أدري كيف كان مر لهذا قرشي سمر
ذلك متك صفضل جويني الذي متك ويبشر الله الله أجو بشارني عباده وأدمدي سأجو بشارني الذين أدمدا سو آمنوا رمي أو عملوا سوي الصالحات أعمشون قل وحبذا نبي محمد ولا أسألكم إذن ما ويدسني عليه كركيس يعني جارسين تكرك إذا إذن كويدسنا أجرا وحجورا إلا المودة كالجعيلم في القربة قرابتين ما درتت هذه وجه علاقة إلا المودة تجعيل إيه كالجعيل في القربة قرابتين ما إذن كان إن جت حيث درتت هذه وجه علاقة مويه وحكل إذن ما ويدسنا ومن يقترف عدي كسبتا أو جروب ستحسنة حالا ونكسن نزيد ونزيادين له إسجع فيها حسنة ده إذا واحد وزيادين إن حسنا ونكبن وزيادين إن الله ألا غفور متك بافد بدوي شكور أو شكر بدن أم سيقولون ما وحي ليهن افترى وبين أبرت على الله ألا كرك وحكو أبرت محمد كذبا بين بكو أبرت فإن يشاء الله هدو الله دونه يختم وأوذي يوشى بدينا على قلبك قلبك كركي زوشى بدينا هدو دونه ويمحو ترى الله الله ألا وحو ترى الباطل باطل كو ترى ويحق وحو سقى الحق حقا وسقى بكلماتي كلمين كيزو كسوغا حق باطل كنا كترا إنه ألا عليم ويتكي أغانشا بغوي بذات السدور اللاوها وحو صاحبك وحل لاباها كترا فضلقا وين أو تشندا إيا برواقا دحيا لا روضات الجنات كاس فضلقا آس أيو إلهي أدومدي سأقو بشارين ايه ميتك اللي نوشيك ايه لليه ورسو شقيستا واكاسوي أدومد اللي أقو بشارين ايه واكوي واكوي إيمانك عملك صالح عليهم قلنا آسا إسكالي والله قلت لك وحتى هذا النبي محمد لا أسألكم عليه أجرا وردين تناني دين شيء خير كان أني مكولد ذا لي وحق أتشورا إذن كوي جيسا معي وحوي إذن كجور روا بلاش إلا المودة في القربة إلى أفر تفسير باكجرة متك أقرون ورجح الشيخ محمد أمين الشنقيطي عليه رحمة الله مفسرين تسلف كنا أيوب بذيهن كاوما ينبقى عضنين وحوي إلا إذا هذا إلا المودة في القربة وحكلا إذن ويديسان ماي وحانو إذن ويديسان يا إناد إغوتش إلاتان قرابتين ماذا إناد بحيس وميد داس آد إذن كنا ديبكين إغاقات ديستان تا درتين ديبكا إذن إغاقين إمانا ينا آدقات ديسان ددكا إدبا ينا آدقات ديسان سو ددو غدا شو قرابا مني وحان إذن كرباؤن إنتا إناد إيقابتان حقبان إذن كولا ياهي او حق القرابة إذن كولا ياهي حق أن إذن كولا ياهي نوحو كان يا إذن كولا ديبكين إناد إيقاد ديستان ددكا كلا إدبا ينا إناد إيقاد دفاعنا روح كستو أو قرابة أنا حق أولي ياهي إنتا سنبان إذن ويديساني معنى هذا إنتا سمركا ما أجورة أجورة ما إن إذن أجورة أهي نوحا كتوصي نوال بوالي نوال بو ريرك كبا شيء إلا نبي صلى الله عليه وسلم هذا قرشة بها ها أهاتي ريركي وكتنا شي بوليه ورنميه هوان إذن لدشا وقرابي منهي نصبية دلشا إلا قد حيسا هذا وحك لأ ديدين إناد إرعذان دلشا دي إلالية دلشا دي إلالية أو ندى إقود شعلادة أو إيادة إقود دفاع طيب ندى اسم أجورة مرك ما وحي الأجورة أتهي نبي قد دينتو قارسيني إياه ما أجورة أماه maxay yeelay nin walba waaysta nin walba reerka ka dhashay xaqbu ugu leeyahay inay difaacaan iyagu la dhibkooda ka reebtaan soo xaq dadko dhan ka dhaxeeyo ma tay isaga isiiya markuu leeyahay oo idin ka helo ma u jira u tahay wax dadko dhanba ay wada haystaan oo qaraabtinimada lagu helayo diin uu gaarsiinayo u jira uma aha khulaasadu waxay iimaaneysa maadaama inta waxanay uu soo weydiisanin intaasina aynan u jira ahayn oo dadko dhan u wada siman yihiin macna u jira la aan baan idin siinayaa khulasadu waa taa wala mid ay yihiin qana balaaqiyintu ay dhahan taakidul madhi bima yushbihu dhamm balidada amaanta waxa la adkeeya waxa lagu adkeeya marmar amaanta shay ay iyo aflagaada shabaha taas macna ay iyo aflagaada wax shabaha ba marmarka qaar kood amaanta lagu adkeeya sida midalan هذا النابغة الذبياني أو كلا أولي جري لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب قالوا أمانا مركزوا حلو وح عيوي قلي قبال مجر لكن سيفه وضع أفك تشبين عيب توض وحوي سيف توض أفك ريبا تشبتي أو كوحاها اللتع هيا إيه قوتوين كي كوكرا عهيا بي سيفه وضع اللتع تشبين
عيبت إليه ومده وما عيبا مزوى أمان يا سيفت إني عيوغا كتشة شبتوه قيسي نمو وأمان زوى لكن وحل إذا ذا الوضع عربي بلا غدا وحل إذا ذا تأكيد المدح بما يشبه الذم بل إذا معناها الوحوة يمر هدان شيئا أتشور أهين أتشور شيئا أهين هدان إذن ويدي سنيا أتشور الآن بماشو قصة بحيسة أتشور الآن بكسو بحيو ورقراتي نمضى ضدك ودنبا حق إذا قادنا إيه أتشور إيمائه إنتا أول هدان إذن ويدي سنيا معناه وحي وبلاش بلاش مركا كوقاته ومعناه معناها أوفي عني ومعناها إساقا ساسوي معنا مع... إلى أفر كلا تنالو فسيرا إلى صدح كلا ديلا معناها كلا سور رعي كسور دوحوي إلا إذا إلا المودة في القربة شعيل آت شعلاتان دوان شئ إلهي أدو دواتان وطاعة سي توحيدك أدو دواتان إنت أمان من كربا تاسي نما أجورة إسما أجورة أمها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك متكاسي الذي متكوي يبشر الله الله بشارين يبيه إسما أغو بشارين عباده وأدو مديس أغو بشارين الذي أضمر سوء آمنوا الرمي أو عملوا سمية الصالحات عماشا ونكس قل وحاتر هذا النبي محمد لا أسألكم إذن ودي نودي سني عليه قارسين تكرك إذا أجرا وحجورا إلا المودة كالقعيلو إيجعيل موية وحكالون إذن ودي سني مجر في القربة قرات النمضة إيحقال النمضة إنا قد حيث صدرت هذا أبي قدش علاتان موية وإذا إيجد دفاع ذا لكينا لإيجد ديستان تانا أجورا ما معنا معنى بلاش بالي مقصينا يا ابو خلاص ما ليس ومن يقترف عدي قرب سطه او شقيسه كسبته حسنه حاله وناسن نزيد ونزيادين له اسغ فيها حسنتي او شقيسته وحن او زيادين ان حسنا وناك بنو زيادين او مخو يحي وا لبلاب وا لبلاب يا معنى ان الله الا غفور مثكي ضافيت بدو وشكور او شكرين بدو دنبي لو ضافا وناغنا الله وا كشكريا أم سيقولون ما وحي إليه افترى وأبورتي على الله ألا كركيس وحكو أبورتي محمد كذبا بينبوك أبورتي مساس إليه فإن يشاء الله تاسئين يسوروا بكريم وحكو كتوسي حدو أرن تاسي أي دع إلهي قلبي قاقوب إلهي الدبول إلهي وشاب ضينها لكن ما دعيسوا وعلم تأيد غران قاعد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين اسكم الذكر النمع صلى الله عليه وسلم وإنه لا يكبر أموت ساسي معنا فإن يشاء الله ودو الله دونه يختم وشابضين ودبولي على قلبك قلبك كركيس وهذا اسكم الذكر القلبك قال حد الله ما نحبنه دواك وفرية قلبك ويمحو الله الله وطرا يمحو داسي كما عطفنا يختمت كما عطفنا والجملة بالله وانا يسوي هذا بالله وانا يسوي وحال الربعين لإذا ويمحو وود الله شيء بصوما يعني سلاس ومسحف قيمت ويمحو الله وحلم تأكلت سندعو الزبانية سندعو وحل ربئين لإله هذا سندعو صمع ووضع الشيء لما شيء مسحف كإمام كأبصاء أخرى ساسي معنا مركا ويمحو وجملة بلا ونس ويمحو الله وطرا الباطل باطل كأيوترا أو بابية ويحق ووسغا الحق حقا ووسغا بكلماتي كلمة يمكيز أزودك كلمين كأسودتي وحيقا يبادل كلا كترتر حقا كسوغا إنه إساغو عليم المدكي أغان شاب نوي بذات السدور اللابها حالده صاحبك حالدها اللابتا كجرة أي إلهي أكسوني سبحانه وتعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى نبينا وسلم.